أنت تسأل وراح تلقي جوابك يم دليلي. كيفية استخدام خدمة التجوال الدولي لخطوط الدفع المسبق؟ يجب الانتباه أولاً إلى أن هذه المكالمات تتطلب خطوات محددة لإجرائها، ولا يمكنك الاتصال بالرقم المطلوب مباشرة من قائمة أرقام الهواتف في هاتفك المتنقل، ولكن يجب التأكد من إضافة رمز البلد. مثال: إذا كان الرقم 0770111111 يجب إضافة رمز العراق 00964770111111 وثم الاتصال. وبالإمكان استخدام الطريقة التالية الأقل كلفة: أدخل نجمة 355 نجمة 0770 ثم مربع ثم أوكي، أو اضغط على زر الاتصال. ستتلقى حينها إشعاراً بالتالي: يرجى الانتظار، سيتم إجراء المكالمة. بعد ذلك ستتلقى اتصالاً باسم الشخص المطلوب أو رقم هاتفه، حيث سيظهر على شاشة هاتفك. قم بقبول هذا الإشعار. بعدها ستسمع صوت رنة الهاتف الاعتيادية، وسيقوم الشخص المطلوب بقبول مكالمتك والبدء بها.